السلام عليكم، عصابة الربح عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. 220 ساتوشي فوسيت كل ساعة. ايوه زي ما سمعت، 220 ساتوشي دون البونص الموقع عامله. نروح كده نشوف الموقع مع بعض. احنا معانا موقعين النهاردة. ادي الموقع، هو ندوس على كلمة ريجستير من هنا، هنكتب اليوزر نيم بتاعنا والايميل والعنوان محفظة البيتكوين بتاعتنا المربوطة بالفوسيت باي، ونكتب باسورد، والباسورد مرة تانية من غير تفعيل ولا اي حاجة. هنروح على اللوج ان، هنحل الكباتشة دي. الكباتشة دي هنا بيقول لك اختار العربيات في الصورة، هنختار كده الاوتوبيسات عموما، وهندوس على نيكست وهنختارها مرة تانية. الموضوع سهل، هندوس على تشيك بس كده تمام، وهندوس على سبميت. كده فتح معانا، ادي المنظر اهو، دي الداشبورد بتاعتنا. لو دوسنا على اول واحدة كلمة فوسيت هو بيظهر معانا بالشكل ده. دلوقتي الموقع عامل بونص وبيقول لك ان ارباحك هتبقى 1000%، هتبتدي في الاربع ايام دول، 4 ايام 12 ساعة، تقدر ارباح دي 220 ساتوشي كل ساعة. كل اللي عليك انت هتدوس على كلايم. انا كنت لسه دايس عليها، فلازم استنى 53 دقيقة عشان اعمل كلايم مرة تانية. انت بتدوس على كلمة كلايم وبتحل الكباتشا، وبيجيلك من غير يعني ولا اعلانات رخمه ولا اي حاجه، كباتشة زي اللي احنا لسه حلينها دي خالص، وبيجيلك الرصيد في الحساب بتاعك. هندوس على ايرن ماني تاني، هنلاقي عندنا حاجه اسمها سيرف. السيرف دي ان انت بتدوس على كلمه جو، هنا بيقولك ان هتاخد 7 ساتوشي اما تشوف 10 ثواني الاعلان دون اهو. هتلاقي بيعد معانا الموقع هنا بس كده تمام. هندوس على كلمه سبميت، خلاص كده تم الإضافة معانا. وفي مواقع تانية كتير. وتالت طريقة للربح هي المواقع المختصرة، كل لينك بتعدي 10 ساتوشي، 8، 5 وبيوصل 3، يعني كل رابط من دول هتاخد المبلغ اللي مكتوب قدام ده. كده الموقع الأول، والحد الأدنى بتاعه هو 100 ساتوشي، مش كتير خالص. عند برول هنا انا في شغل 5 دقايق زي ما انت شايف 28 ساتوشي. هتدوس على كلمة ويزدرو او تبدلهم لدولار زي ما انت عايز، وتسحب على فوسيت باي. هنروح نشوف الموقع التاني. يا ريت يا جماعة نستغل كل المواقع دي، يعني ما تسيبش موقع ولا تشتغل لي على 1 او 2 ولا حتى 5 6، هنحاول نشتغل على 20 30 موقع عشان تبتدي تعمل ارباح كويسة. هنا الموقع ده بتاخد 7 ساتوشي كل 5 دقايق، بتحط عنوان المحفظة بتاعتك وتدوس على ستارت كلايم. كده انت سجلت خلاص، هتعمل كلايم دلوقتي. الموضوع فيه بسيط جدا، استنى بس يحمل معانا وندوس ستارت كلايم. بيقول لنا هنا اختار صورة الكلب، هو بيديك الكباتشة هنا على خطوتين، ادي صورة الكلب. بيقول لنا اختار صورة القطة، بس كده الخطوة 3 جيت ساتوشي. أحلى حاجة في المواقع دي إنها ما فيهاش إعلانات رخمة من زي باقي مواقع الفوسيت عموما. أنا بحب أشوف المواقع يعني البسيطة، تكون ما فيش إعلانات كتير، ما بيضغطكش وكده، ونشتغل عليها. كده بعت لنا، نروح بقى نشوف ال7 ساتوشي وصل ولا لأ. ادي هو سحبت مرتين، اول مره 7 ساتوشي وتاني مره 7 ساتوشي ورا بعض من الموقع اهو. وبكده ده يكون اثبات السحب. وكده خلصنا فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.